اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسنا أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. بأجمل الكلمات نرحب بكم متابعي قناة القيامة وبرنامج فتمثلوا بإيمانهم. الآن معكم الجزء الثاني من هذا البرنامج، موضوعنا أبنائنا في ملبن. ضيفنا من ملبن أستراليا هو المهندس والكاتب يوحنا بي داويدا. حنتكلم اللغة الأرامية، اللهجة الكلدانية. يابشينا طواثة برابي يوحنا بي داويدا. أنا بي خاطة جنانو أنا خنداني فقها خير. رابي أخ مجهو أخ أما نحن من قناة القيامة، بس كبخ منو خدا عينتا تمئذ وخناشن وعمد ين دي لمتبوعا بعمد ين دي لقيبوخن قاوت أثرة ملبن استراليا. قاوت الجزء الأول واللي اختلا كبيرة بوشاقة اي من بديلي عمدين بزالة تامة وديخ جمع لي واي تاثا ديخ بنيلي تامة وعمن ديخ معن قاوت بناية اموخ الجالية، الجالية الكلدانية، وما عدا ايثن تامة كبيرة من عمن خنواثا اشوريين او لبنانيين، يعني ايلي كبيرة اثرت مدن حتامة. بس اخنا ان اوخ مركوز اديو قاوت ايت حلقتا ال يالن كلدناي فكبخ مئذخ عمديا التوخن تاما مؤسسات. أقدم مؤسسة إيميلا، أكبر مؤسسة دها إيميلا، ما قدت توخن مؤسسات كمجموع. نعم الشيء نبي قبل خير الفات الجنان بس انت الدوب وقارع جالية الكلدانية قاد مالبورن صراحة مختوالا انه بديلا من اربع اما بعدين تشفيل في طيب وفلقي دها الى طلاطي وخمشة الفي قاوت مالبورن طلاطة امراني ات ناطر زرعي مريم عطاء ناطر زرعي وات الملكي ورقس وات افتالية مارف مقسمتها الى يعني مساحة واسعة قاوت مالبورن جمعيات ونوادي قديمة يعني قاوت مالبورن. طبعا اول جمعية تيلان اخنا قبل ما اتقم شتستيوة إيوة جمعية حضارة كلدانية وحقيقة فالي دور مشرف قاعد مطيطة ناشديا لخالي لأن أنا طقلي من أمره بوادة كفالات وبوادة مخاطبات الحكومة وأي جمعية هنا إذا موجودة لا بس بديلي يعني فضلي جمعيات ونوادي ومؤسسات أخرى باش قلي يعني ودلي نشاطات كيني فهي ضعف له بس موجود على الساحة والأعضاء كانوا وكشتة يعني مهرجانات وحفلات يعني الأعضاء دي كشتة خشوة لقاءات. بالنسبة للمؤسسات خيرة طبعا باطل جميع حضارة كلدانية في ولا نادي برج بابل الرياضي ودو على فريق ترشدت وعلى فريق رياضي على يعني طوبة كرة قدم باطل فيها ونادي برج بشوال اجتماعي وثقافي أيضا نادي برج بابل وهم رياضي رياضي بعدين وده اتفاق وبشوال بس اجتماعي بعدين بتريل توقلاتا بشكل والخير تجمع الكلدان أي قد تغيير تقريبا فترة تغيير خشية تشي توفلقي أو تجمع الكلدان في مالبورن مشخلف شمو فشل الاتحاد الكلداني الأسترالي في فيكتوريا وقال دو اتحاد وقيادة كلداي دو استراليا قال فيكتوريا اتوا ممثلين كل جمعيات المتوى احنا ايقا بريل بوطلاتا بديلا هجرة بكاية وبريل شول رابع جمعيات النوادي وحتى ايتا بعد الاهلي بقمنا كبيرة بواجبات لان فشنا حوالي اصلاع الفناشي هم ايابا ايتا ايمان وواجبات روحية جمعوا فأول شيء لفش الأكتاف الناشط على المايج دمروخ أو مؤسسات المدنية أساس لأنه هو خويادة كلداية أو كلداية كالت مالبورن أو كتوريا قاوة كيلي شوات من جمعيات كيلي
مظله يعني مظله هو اتحاد من دي مظله اللي من دنا اعضائي وش قلنا احترام سجلنا قاعد حكومه وش قلنا اجازه بيو وفي شباب هذا تمثيل قاعد الحكومه الاستراليه كل النشاطات تلقاهن خاصه هجرة لان احنا لازم كل شيء قد مخه تقارير او دخاء الحاح اتوقع كيسات لي رخشيوا يمخبيرو خضار التجرة امرخوا عليه المهل براية ناشطية باطل يعني حرب الطائفية قاعد انا 2005 وشو 2008 اجت بريل اختطاف وقصف الاهتاتة ويعني انا احداث اللي جمروا في المريرة قد بريل الكلداية والسراية بصورة عامة قاعد فاحنا دائما في متابعة اخوة قاعد دو تقارير من الحكومة الاسترالية فيشكلوا اخوة نسبة يزيدوا نسبة المهاجرين دي يعني مثلا توشيت ايوي و 2000 قبل ايوا بالحاح عن طريق دلنا تقارير ممثلين جمعيات قاود قيادة كالداية يزايدوا 3000 4000 5000 فخشيت يعني تقارير دي يعني مثلا اجت 11000 و 4000 و 6000 مسق الدبل 12000 ايوا فشل 20000 نسمة بس قبل يمشي حايد عراق او لاجئين من عراق عرباي وكرداي ومشي حايد بس طوانيت اما ايوا يعني مشي حايد لان اخلا اتوانا حتى اجتماعات بس مشي حايد كممثلين اهتات او جمعيات المشي حايد من دائرة هجرة وشرط حقوة لا لي مخصوصة تقاري هو خبالة بعد شيء يعني بنخلى التوجه القومي الكلداني يعني مثلا لو دخل احتفالات وجمل قومية عيد أكيد أول مجموعة كلدان بعلمة دوت احتفال بعيد أكيد خاب نيسن كوريش الشيطة كلداية دها شوائل فطاطامة وفطاطة لأن طرقهم يريخة له فأخلا يعني كلداية ما البوني أو اتحاد الكلداني هو مؤسس دومني اتوالا ايضا مجلة اتوالا ايضا حملات جمع تبرعات ولا الناشئ تطور الناشئ اتوالا تبديل يعني اتحاد الكلدان اتوالا تبديل المؤسسات العراقية حكومة العراقية من اتيا والاخا ممثلين من اتحاد الكلدان حاضرين نفس الدانة دبريل جمرو اتحاد الكلداني بريه ونادي انكاوا الاسترالي مؤسسة خيطة ظهروالا وهر اتوا جمعية حضارة كلدانية موجودة وجمعيات القروية بعد اخنا الاتحاد الكلداني مساعد الانبياء من الانبياء انه اودي مهرجانات اودي نشاطات جيروات مقدمي الجرانتات اودي معاملات النشوات لانهم يعني بشيت هاتي وخا تيل في 13 رسائل الناشط دخل يا بودنا كفالات فأنا الكفالات لتو خجيها يا بودوش بس فكل ما تعمل يا بهاي أو البخل أخن دخ أودو التنظيم ورسائل من آتة مثلا من فلان ماتا قبل ماتا النشفات أو جروبات دي ماتا حتى آني قيمي بالواجب أو آتة المطار آني زالة الخمسة أو ماتا الأخ آني زالة لبلي للبان لبلي للمدارس المدرسة الدكتور وطيفة هدخل شوالة فشلة مزعل الطخوتة خاصة جمعيات قروية يبي اسري هذا بلغلي من اتحاد الكلداني الخدمة من للتدية واتوى تريد طلعت أندية رياضية أيضا نادي أفل يعني نادي برج باب سكنوالي بعدين تل نادي أفل تريد فرق طلعت خيني هيوم فالي يعني هذا اتجوان قلت لي فرق رياضية ليدو بلاي صراحة ما تشي كبيرة أعطيه 5000 كليك بعدين تلا 2004 سن أو 5 سن مش دس لرابطة الكلدانية رابي قمة زالن الرابطة الكلدانية كبو خاصة يا وتن بوشاقة الجمعيات التوخن تاما مثل خشمت عنكاوا فأتوخن جمعيات خن يعني أموخ أكبر جمعية جابوخن كم جمعيات توخن مثواثن لأن كبيرة من عمان من كمطية دكثة معينة
دائما كوذيلة الجمعية تخاطر معها تأذي خاخنا بش كبيرة. بس إيثن هم عينتا بين جمعية وجمعية وأموخ إيثن داخ إتا إصرتا أمت إيان جمعيات. إيه خوش بقارة لوا مغمري لالخ أن جمعيات وتوالي خويا دا يعني اتحاد بيناتي واتحاد كل داني هو اتحاد أوي هو ممثل يعني الرسمي قاعد حكومة وهل هذا قامد إيتا في الصالة فالجمعيات تيجي مثلا نادي أنكاو الأسترالي فترة هو قاعد رابطة بعدين استشوا شنو وبعدين سكنوا عليه يعني مو سكنه وإنما لو الاستمرار حضور مثلا جمعية القوش أو نادي بابل الثقافي الاجتماعي هذا القشناي نادي أنكاو إلى الأنكاويين لأن جمعية مار أوراها الملكهيين لأن جمعية مار سبريشو مار سوريشو أمراك مار سوريشو مثلاً جمعية مار أثن الأمراي مثلاً جمعية مريم عذراء الأهالي الصناف جمعية مار غورغيس البيرسيبي مثلاً جمعية جمرخ مار وراها البطناي جمعية رافدين القفناي لأن جمعية مارشموني الشرانشاي والبجواي وبالواي يعني طاتم التواتي يودي يوشيرا جمعية دي هي الأهالي شرانش بس يودي شرط ربار شموني مارشموني وهرادخ بجواي وهرادخ جمروخ بالواي وهكذا يعني جمعيات دي كبيرة للصراحة أخانيك اتمرعد يرداي ماريو حنا الأهل شناي جمعية ماريو حنا الأهالي علامش جمعية مارعدة الأهالي يردا جمعية مارشموني لأهالي شرانش وهكذا يعني أنا جمعيات أغلبية دلنا جمعياتي لأن هذا جمعية ماريو حنا الأهالي عقرة هو بنوات الجماعة جماعة عقرة ولا جمعية الكانية بلى شد أمخ أن جمعيات ما خدمتها كمقدمي تعمديا وتأتا من دي قمايا أنا جمعيات بصراحة قبل كل مدي مثمني لا شريتها مهمة الأولى إيوة مساعدين شواتي أجد دي لي براية مرات يوجي حملة جمع تبرعات الخميتة كعائلة أزمة يعني مثلا كارثة مساعدي وبيها يودي شيرواتا شيرواتا ويودي حفلة كد إيتا يعني كد إيدا يودي حفلة شيتا يودي سفرات يودي حملة تبرعات من خام الناشط ماتا جمعية ماتا قايمة بالواجبات الديو وودي تواصل من إيتا يعني من محتاجي مثلا شيرا باتي زالة أميل قاشد إيتا حاضر من ليهن قادش بوض رازة ومبارخ إيخاليهن وتاخر خصعة يعني مشارك من ليهن زياحة نعم التوخن لجنة تعينتت بثواثة دي كبار قيبي أموخ ميثتا مندي أن جمعيات كم سعدي بت مندي همين لو إيثن لجان خاصة لا اتوالا لجنة قديمة لجنة قديمة من شتة 1995 يعني مؤسسوا على خلجنة هي بنخاء خمسة اشتناش بشريتها بعدين بشلا يقصر وتريس الناشي لجنة تبع مني تابعة بس احنا بيناتنا نبي اتوالا صراحة نعم. وامرا اتوالا علاقة صراحة بشريتها يعني ابونا عمان وين هم اتفارق لها بس يعني لم يلا نمود لنا اخلا بقيرا ميران بودو فرقة ميرايو رأيه مير طاوتا لها صوت لأنه إياه بشكل فاري وفاري إيه وناش بمني أخنا البو تم وبوخ تم وبوخ تم فإيه تسحبها لقانا من دوشت ما هي مهمة دي جمعية أو دي مؤسسة أو جمو دو جروب هو أنه ما يتخناش فيها عائلة مثلا ما يتخناش يمكن فأسي ألبيس دو خمسة ألبي فأخنا المينا مساعدوا أخداد يعني فتخوا سجل أنا ناشيتي وقترا وبدي وسجل وكذا تي وما داري وقاري أمشي إما إشتي فإما
ما داري وكتوخ شمور قمديو وبنهاية التعزية مصيف أخوة مثلا قاعة إخالة مقبرة سيارات كل مصاريف مصيف تقالي جوز السيدي لبلوخو على المارك ميتا مارك ميتا رقم واحد يعني ناو بختا ناو قورة ناو برونا سلمخو علي هم كداناتا قاشا يومنا هم كداناتا بالخودن هم كداناتا حتى ما يقارقوا المارك ميتا يوقوا القاعة هم رخوا يابا أننا ناشو بتأدبيو هو دينا يقلو أنه أنا شي بعمل ميتة أنا ناشي فعاد شي لازم مستعدت بدي مساعد لبيو أفضل دور سخين علي كلنا نساعده خلوا وهكذا بصراحة هي جمعية اختملة يبقى منا خطفة مليون 3 مليون دولار مجميلا لدينا ناشي أدتوا علي ف 200-300 شخص من إخلي هي جمعية طول أكثر ومجميلة يعني تاريخ دي سي 5 سنين دهس كنا تقريبا مش المال لأنه أغلبة العوائل بريلة يعني فانية ولا قبلي بعد يعني لقانا أنه تبي زوز لعليه بس إت مراتي بارد عوائل فات إتي هم حاجة لي إت مثلا قورو بختها بس بختها لا يعني مثل قورو يعني ما يكمل في التأسير فأغلى وأنا سكيني يعني أنا خم من شاكستان وعضو انجل يعني الناس المخبرة إلا يدي لنا جابا كبو خاتو ثم فتخو تستجل زانية لم يري ولا نشتيق ليه مخكو خخنان ليه قماي لا قماي كيف ما يتوى ما اتفقوا خوا بيناتن زنوا أربع إشتاء أسرة تقوها يتقوها تاما وعطا دفاتن خاي مستلم وزوزي وخاي كاتوها وكل دانا موقعوها لدنا سجلات ندقيق أخوانهم موقعوها لهم سلموا أخوها لهم عشان هاي فرس خالة زوال لا يمين لا رابي محكي له خشيرة فأعمل أو شيرة رابا جيبوخن تنظيم الشيرة دي خيله كويث ريح وارد من هي الشيرة فشي دمخ أن جمعيات ما كود بقاوة خوش سؤالي فوا الشيرة واتا بصراحة الشيرة رابا حتى شيرة المطمرية من ناطف زرعي وشيرة المطمرية من انتقال عضاء يعني فقط المطمرية 15-8 وشيرة ناطف زرعي 15-5 إلي يعني أيار 15 بياخذ أيار إلي و 15 بياخذ 8 أنا تريش روات المطمئنة من هطس داعي شير دقيت المرقي واديس دي أبدأ لقيتها لأنه قلت لن كيمة وطلاتة يوديلي لأن ناشط بيرسيبي جمعية بيرسيبي يودي شير مرقي واديس وبصراحة هو شير رابع لي لأنه قلت شمد قيتها لشي وقلت لناشط تشيوس او مرياقو يودي شيرت مركي وركس وتلن شيرت ناشط بيشابور يودي شيرت مركي وركس هو شير رابع صراحه شيرت مر اوراها يودي في جروبات الى مرقايه فنواتا مرقايه الى اشتا شوا متواتا طبعا باي ذا واي يعني مرقايه وعنكوايه الى اكبر جروبين كاوت ناشط مالبورن يعني بشمد متواتا جمروك عنكاوا ومرقاية تقريبا مرقاية وعنكاوا متساويين إلى دها قماية عنكواية وبش كبيرة دها مرقاية وعنكواية تقريبا مستوى تنشرت مشموني رابع لي تنشرت مشموني بجواية أيضا رابع لي يعني رابع لي مش سوري شو دائما رابع لي لأن كلهم شركي مطمئنهم شرط مطمئنهم يودي لي قنوات صناطين أيضا رابع لي فالشيرواتا يعني أغلى باي ذا واي كلها انحضروا يعني من هاو شير يعني تم من هاو شير مرقي ورقص كلها زالة من هاو شير ما سويش كلها زالة جيت شير كلها من التالي شير كلها ناشتئت بليلة حتى كل ما تنعطر هاي يعني حتى كل ما تنصر يعني هذا يعني يعطي قاشة شيء يعني لجنة دعيالة كلها قاشة مشتحاية أو مدن حاية تاتل مدن حاندو بحسب ريعة شيرة جمعيات قسم يويل إيتا دائما أغلب الجمعيات وقسم كبير مش طريوة الهيارياتا مساعدات الأخرى أجدت أطرا من حصار إلى حرب وإلى حرب أهلية وإلى إلى وإيت عوائل مثيلة باريلة أسماء ناشئ كريهة حوالي السرطان رقة
منهن يعني هاوي حالة خطر، حالات ما يتناسب تركيا كبالي صار. وهل هذا الجمعيات بصراحة ولا صندوق الدين جميل وزوزي فأقول بليلة يتت ملكي ورقز عشان أنا يعني أبونا ما هل أوى بنيان يتت ملكي ورقز مخترح والدنا جمعيات أنه أعود لي مخ مذبح زورك أو إيتا يتت ملكي ورقز. فكل الجمعيات تقريبا اشتري جمعيات شو ولا زوزين حوالي 40 50000 فبرا الايتا حتى مشركي قاعد تعمير دي ايتا ايت الملكي ورقص وايضا بعدين لما تفتح تمت قديشة ما تتيا يعني مثلا ايت ايت المال اتقن وايت المال عدى وما سوري شو ملكي ورقص ولين بتخارى بعد ما جمعيات ولو على زوز ده منيتن مئذتن دور الرابطة الكلدانية جي بوخن رابي إيه طبعا الرابطة الكلدانية مش تسلب خيال فو خمشاستر يعني أنا شوش لي بس اشتشني الرابطة الكلدانية نفس الشيء اتحاد الكلداني خويا هذا كلدايا خيوة بين جمعيات الكلدانية قاد مالبورن رابطة الكلدانية إلى رابطة بين كلدان العالم يعني أخذنا إتلان دفان بعلمة كل دان فرنسا بسويد بهولندا بألمانيا بكاليفورنيا بتورنتو بوينزر بفانكوفر ميشيغان سان دياغو بلوس أنجلوس ليدن أيكا بأستراليا بسيدني بنيوزيلندا أنا كل دان حتى لا تعتقد خلق دادي أخمنت ما هي وأنه أصل بخنيت فمؤسسة خلقوا في مغدادة الدعتيب وهل هذا دخل الهوية دي ما هوية دي الديلة لشعنة تاريخ عادات تقاليد دولة يعني محافظوا كل وجود دي كبشر كجروب كهوية قومية يعني أخذ أن أتلم وجود ما كل خاءت الوجود أتل شمع مثلا ما تتلقش ألقش إلى كل العشاء دي ألقش من إلى أكيلة هذا كل دان موجود دي على كل الأشياء دي عنه وأخرى لي هو جروب نمثل كده أي وقت أخمنت التشتيت أو شتست أخوي أصورة كالداية وقرأ له مؤتمر وبشرافة إيتا وإيدنا الفاطريات وبابواتا أساقط ومطاري نحطيري شتستو والتعاون دائما بين إيتا وأصورة كالداية يعني دائما تعاون مستمر قاعد كل النشاطات أخذنا مالبورن سيتي دائما إثنين تعاون وإثنين نفس النشاطات أخذنا أخذ مالبورن خويا كالدايا يعني وأصورة كالدايا دائما النشاطات دي مشتركة هل هذا كله دائما ما دودي تقريبا مشتركة وقت النشاطات أصورة كبعوتة بالفوتو نشاطات خويا دي عودة بالفوتو بس at the end يجمعوا نشاطات رابعة عصورة كلداية وقيادة يوديلة تزني بس عصورة كلداية وجمعيات كلدانية إيتن نفس عنا الجمعيات قروية يجمعوا هذا مقدار مشترك إليهن أخذنا يعني توجهت إلى إعلام أيضا دفاع عن الهوية الكلدانية كانت حكومة الأسترالية وعلى مستوى الحكومة العراقية أيضا يعني الإعلامي يجمعوا توعية شعبتيا أنه اطلقوا الحقوق اطلقوا الوجود لازم مخيدوخ أو دخ مطالبة قال الماطن يدى تقاوت معروة للحكومات الديمقراطية معتمدة على مطالبة على الأصوات وعلى العدد يعني المنيانة فكمتها وين المنيانة وقالة وميديا بش حقو تديا ناش ديا ماطن سوى هاوي بأطرا يم عراق وسوى هاوي معروة يعني هاوي أمريكا وأستراليا أخنو تجيبهم كاليفورنيا قبل يرخى ولهم مشكلة تقسيم الكلدان لعدة مناطق يعني يصير خاصورة كلدانية ومؤسسات كلدانية أتامي وتعطف زيلة أنا شميلي بس عادي يمكن مش ملاحظ لك دخي ودور خاصورة كلدانية ودخي كلدان موحد لي وليبه من طيلة قالة المسؤولين رابي أخا من محكالوخ اللي شانت سورث كلداني فهل ده كبيرة ميلوذ دي خاصة عندي لبقيامة بيات أثرة كمحكيت لشانة كمال بوتنيت لشانة قداشا كبيرة منا إلى بيات لشانة
عمران كلها استراتيجيه كلش معتدله جدا. رات ليرازه يوم شفته بعربي، ليرازه بطلاتها يوم طوشيبه بانجليزي اغلبيه ديو، بس يموري قاو ريانا بسوري طب كفى قرار سوري رازا قمايا طوشيبه الى سوري يعني تقريبا سور الى يعني رازا بسوري بالعربي وبالانجليزي بلى اتشوان قزوري حتى لامني لازم اتلي فامو انت بالانجليزي واديرها ساو مخواتا تمر امري اخنا بس سور كبو بطرازه بسور لا وامري اخنا بس عربي فامو بطرازه عربي يعني هو فيري بس اخنا بصراحه دورات بتخلب كرابطه كخويا هذاك الدايع وامرا صراحه ده مو اخنا نتلندكتا يعني تلا مشكله اخنا امكانيات فاصوره كل دايع نتلند او خويا هذاك الدايع نتلند امكانيات لا ماليه ولا اعتماد الدين ايوا الاعضاء الدين ونواب حكومه خقرا قال فتيت دولار الخا اكيتو ودخوا احفاد بدارو بريشو سيل ودوها خانه يعني كل اكيتو ودخوا اصرار دولار مستقل زين ونص حياتي ومن جمعيات تبرعات وناشد اتلي بزنس واخرا من جيب الدين دارفه فعندما اخرا اتي قضيه الشانه كباله صفوف كباله دكته وساحه وباركينج يعني كباله اكسسوارز فعمرانه يعني اكثر شيء عمرانه لها دورات مكثفه ولا برايك او مالبورن الفانا كالدايا وطبعا تشمشت فلطي شماشي وفلطي شماشياتا وهر هذا خدني كبيره صفوف ولا زوي صفوف يسمروخ وقتيه الي يعني من قيس الي يبقى طانينا حكي لي ان صفوف مقري لشانت كالدايا قاو وها ميرا بيكيهن واخنا شيء الميديا محكيتا هر يوضوخ يجمروخ كل المحاولات نجربوخ انه مخو كالدايا بين يالن او توعية يعني ايه بيعملنا الهيل نورا نورا بس بسيطة الهيل قاوت يتوقن كبيرة سورة كبيرة كالداليوتا بس كبالة شولة اخلا الامرات لي مهمة للولا بعملنا مهمة لا كلش مهمة لشانا عاداتيا تقاليديا ومن دي مهمة لانه هيمانوتا الوشتد هيمانوتا لغة ديو إلى سورة أو كالدايوت لأن أغلى كبا فهمو خاط مصطلح بصورة صحيحة لازم بيئة ديو لازم لشانة ديو يدخ داو لخم ترجمه مخم الديان الإنجليزي ليه 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 يعطي تقريبا لغات الصعوبة لأن مفردات الشعور فهذا من أخلا حماية وجود ديان حماية لشانة إلى حماية أمرا أيضا لأنه كمدها كبغل لشانة فهو قرير الأمرا وكمد أمره ما يبلش أنا ناشئ مش قروي إلا بس إن بشيرا قسم بش كردي قسم بش عربي قسم بش فرنسي وهم كهولندي وهم كإنجليزي هاد خفش منتهى إيه منتهى كل دايو دانية دي التوخن إعلام تامة لأن محكلو ختوخن مجلة ولكن كإعلام راديو تي في اتوا محاولات تي في اتوا يعني اللي هذا فقريت بس اي قلنا يعني جمرو على الناتي لان يعني مثلا راديو اذاعة العراقية هو وانا مخلص يوسف وابن صناطي ما في شيء ولا يمكن انا سيطلاتيش ان اني لها ما في شيء لا فهي جالية العراقية لا بس اغلبية جالية عراقية الى عراقيين الى سرعديا لو كل دنايل او اطرعي يعني ات عربي من هذا زد عربي بيسي ألف عربي كذا وبعدين تلا هي إنترنت الثاني مثلا شيء طلعت جروبات ويدي هي فيك توك إيتن وإيتن أدخلنا شيرزات أيضا تقيطارة تخاي إذا عفاير تي في تي في له بقية ويب سايتات اطفالا كبيرة ويب سايتات منطقة فيسبوك كان فيسبوك الرابطة تلقاني والتحاد تلقاني ويا لو رابلة يعني ايباي في 3000 الناشية ضيوف كاو كان كاو دوت كوم اتن كتاو كبيرة من مالبورن انا عضو اداري اداريات يعني جمهور اداري
ايه كل نشاطاتي المنشوره على كاو دوت كوم وعلى فيسبوك. مغالطه يعني مغميل على مانبور مشهور يا قاعد مثقفين يعني زمرة مدينة المثقفين. ايش شو مغالياتها؟ اول مغالة بريوالا اوريوا، بعدين تيلا اكد، وبعدين تيلا نهرة، لا بعدين تيلا نهرة مدنحة، بعدين تيلا نهرة، وبعدين تيلا جمو مغالطة مطرانية سيدني، ايوه مالبورن سيدني، عارف ايش تشن ويلا مغالطة بنشاط. بعدين تيلا بابلون، هذا مغالطة بابلون ان اشتشني ولا مبلاخا قاوة الى اشتي صفحي الى بلاطية في فلطة الى ربطة وتوالا قاود مغاليات زور يعني موسمية قاود ويا كالدايا ايضا يعني اتلا مفرس اخلا اتلا الكبيرة كتاو اخاود لي تاوي يعني ما عدا انا استفر بالليل يبي قصر خمسة عشر ود لك تاوي يبي طاتي أربيت تاوي فيش لي مخدمي كتير ويقعد مالبور وويد حفلة دي بلى أتن دائما من صرياثا كبو خديا وتن بوشاقة اللي ايه ايه الى كار سفر بلك شيت التانكو تاسر وخزت سيدنا مار امين لونا حاضري وبابا وتكهني طبعا احنا يودوخ لا احنا الدكتة الوحيدة علمة قد يودوخ تذكار جينيسايد تمشي حاية الحرب العالمية الأولى يعني شرق قميتها تزل 300,000 احنا مشكلة سابقا لازم اوكي هي اللي شرت من ربن هرمز يوتي ناتي برج ناتي بابل قافل كلداني وهي تمثيلية ربن هرمز إلى هلا بواد الله خنوات أبو ميخائيل هوزي وجمال جاي هي زيارة مار سليمون وردوني في 2005 يمكن هي هاي الإدارية للاتحاد الكلداني يعني ويا ذا كلدايا ودو على لقاء منه طوال من زيارة هو إلى أنطونيو هذا رئيس الأمم المتحدة أو سكرتير الأمم المتحدة توا أستراليا ودو على لقاء منه كريستياني هي أنا وأخونا الدكتور عامر وأخونا سليمان هو قيم رخ قراشة صورة فمخكي ولا لأنه هو ناشط هو سكرتير الأمم المتحدة هذا أي جا يو إن سي إتش آر مدير هجرة يعمل أخنوط المنطقة دي يوغن في على بركاني يعني منطقة سهلنينة هي قبل شو 8 شلي يعني قبل ما بدأت داعش في 2008 وفي 2004 هي أكيتو خشية يعني خشية هي هيئة الإدارية أكيتو وحاضر منها أبونا ماهر دوريال هي قلت لها سيدنا مار لويس تاكولاخا هي هيئة الإدارية الرابطة الكلدانية والاتحاد الكلداني وجمعيات كلدانية قشوا على صورة منه باطر ندوة والندوة مفتوحة وقشوا على صور وجمعيات خيرية ومؤسسات خيرية قشوا الصور منه هي أخنا طبعا هي فقرة لا مختالية أخنا مالبورن ويزة طلعت مسيرات رابع رابع جدا اول شيء المناخ مال الفرج رحو واتري وسيدة نجات هي سيدة نجات ايوا قامت برلمان استراليا فيكتوريا واي خيتا ايوا داعش ادم خيوا لي راديا سهلين ومشي حادي كان يعني اي صرت ايوا ايوا سيدة نجات مظاهرات بألباي يعني 3000 و 5000 حضيره لنا وطبعا لا اخوه بس اصوره كالدايه لا ايوه كل الجمعيات واحزاب الجمرك مشي حايد العراق ايوه اي ندوه دميري لا لا دي وحضيره سيدنا ساكو مطارنا وقاعد قاعه هي قاعه زرتها خزيتها هي ايوه ايه مختلف هو أول سفير عراقي في أستراليا أستاذ غازي وش ممكن
واخنا نشركوا على الحضور فيها. يعني هو سيدنا جبرائيل كساب زيارة ودوا على احتفال، يعني أول شيء استلمان أبرشية ودوا على احتفال بستني إيتا، فزلوا الوفد من أصورة كالدايا هزت خونا بويا يوسف دكتور عامر خونا روفايل وأنا وخونا إليكا. هي اجتماعات دائرة هجرة أحسن جروب بتمشي حاية أزن إيه، بس جروب بتمشي حاية ودوا على لقاء من مديرة هجرة الشرق الأوسط ودوالاً ومحكيوالاً يعني عن داعش وعن تعامل مش المنوتة قاو منطقة المشيحاية قاو كلها تشعيطة لا بس لها، فمحكينا لا لأنه قتلنا مش المنوتة هتخوض لها وأنا إلى تقريباً نفس الامتداد. بس مجانو خرابي ده ذيلاً كبيرة من دان اللوخن الخيوثة دي دوخن النشاطات التوخن تاما كعمدياً مت مؤسسات أو مت إيتان، وذيلاً التوخن إيتت مط مريم حافظة الزروع وإيتت مرقي ورقس وإرسالية مار أفرام، والتوخن بابا واثش أكيد شلامان طلي، أبونا ثار الشيخ، أبونا عمانوئيل غورييل، أبونا هاني داود، أن ثلاثة بابا واثا خدمي قوت كنيسة مريم العذراء حافظة الزروع لا؟ إيه. وإتن أبونا سانت باسيل وأبونا جليل منصور خدمي بقيتة مرقي ورقس لا لا؟ نعم وهذا هذا يعني يودي تعاون إيتة إرسالية مار أفرام بلي منطقة نعم. بس ما كانوا خرابي يوحنا بيدويدا وشلاما تعم مشي حياة ديدا دي لقي بأخن تينا بيها وإن شاء الله بشميلة. متابعينا شكرا لتواصلكم معنا، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا.